صار في تأخير في موضوع الاعتمادات، واليوم المواطن عايش بقلق، يعني أو في بنزين أو ما في بنزين، صار في مشكلة. امبارح محطات ما كان عندها بضاعة، لأن ثلاث أيام عطلة كان بالبلد، جمعة سبت أحد، وامبارح الاثنين ما تسلمت المحطات، صار في مشكلة ببعض المناطق ببعض المحطات. الحمد لله امبارح صار في اتصالات، امبارح المساء صار معي اتصال من السرايا الحكومي، دولة الرئيس سعى وعمل جهد كتير كبير مع مصرف لبنان، انفتحت الاعتمادات، البواخر عم تفرغ الموجودة على الشواطئ، وبلشنا نتسلم المحروقات ونسلم المحطات، بس أكيد الكميات منا كبيرة، لأنه منشان تاخد كل المحطات على كل الأراضي اللبنانية قبل فترة العيد، هالشي اللي اتفقنا عليه، وإن شاء الله ما بترجع الأثر. رح نشوف بعد محطات رح تضل مسكرة السنة هيدي؟ لا السنة هاي، يعني هاليومين ثلاثة هلق فينا نأكد إنه إن شاء الله الموضوع رايح للحل.